طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حاجه جميله برضه، هنعمل فول اخضر بالصلصه والجزر لمحبي الناس اللي بتحب الخضار مع الفول الاخضر، تحب تاكله كوجبه، وجبه زي ايه؟ كاني طبخته، عملته زي اللوبيا، زي الفاصوليا، زي البسله، فانا هعمله كده وهقدم جنبه او ممكن حضراتكم تعملوا جنبه رز بشعريه ويتاكل كده على الرز بشعريه ويبقى وجبه جميله جدا جدا لكل اصدقائنا اللي طلبوا وجبات بالفول الاخضر اقتصاديه. المقادير خلوها معايا شويه وانا شغاله حبايب قلبي، بعد اذنكم دقيقه بس. ماشي؟ اصدقائنا يلحقوا يصوروها ويبقى تمام الدنيا جميله معاهم. طيب عندنا 4 كوبايات من الفول الاخضر او 2 كوباية على حسب انتوا حابين كميه الفول قد ايه. عندي 2 أو 3 جزر، عندي طماطم ما بين المضروبه وما بين المكعبات اللي تحبوه، عايزين تبشروها ماشي. عندي بصل اخضر مفروم، طبعا احنا في الموسم بتاع البصل بتاع الكرات الفرنساوي ده، الموسم بتاع الكرات هو من عائله البصل الاخضر فهو جميل جدا. عندنا كمان فصوص، 4 فصوص من الثوم، كزبره خضراء، وعندي معلقه صلصه للون او هريسه للي بيحبوا مشطشط شويه. واكيد هيبقى عندي ميه او مرق، لو حابين ممكن يبقى مرق خضار. طيب انا بسخن البان هنا شويه وهبدا اشتغل مع حضراتكم في الوقت ده. شويه زيت صغيرين وباقي المقادير معانا، انا هضيف له ايه بقى؟ هديله طعم حلو، 2 كبار كده من دبس الرمان مع شويه كزبره جافه، بهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون، شويه بابريكا، رشه قرفه حسب الرغبه، كزبره جافه، ولازم السكر في اي حاجه فيها صلصه علشان الحموضه. الحموضه اللي بتتعب بعض الناس لما بتاكل حاجات متصلصله او فيها صوص طماطم يعني. طيب بسم الله، هاخد كده البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البصل اول ما بينزل مهم قوي اديله رشه ملح، رشة فلفل. أولا الملح بيساعده ينزل المية بتاعته ويتحمر على طول، ثانيا الفلفل بيتنكه فبيبقى ليه طعم، يعني بالظبط كأنه واخد طعم متملح وطعمه حلو، وفي نفس الوقت بيضيع لي الريحة بتاعة البصل اللي أحيانا بتظهر في التحمير ما بتبقاش على ما يرام، خصوصا بعد ما بنضيف الفلفل. أي حاجة من التوابل في الأول بتبقى جميلة لأن احنا بنديها من قوي النكهة بتاعتها قوي. هحط الاول معاه بقى شويه بصل اخضر، بصوا دي بصلايه حلوه كده بالاخضر بتاعها، تدي طعم جميل مسكر. واستخدموه في الشتاء والله مع الطبيخ بيبقى جميل. خدوا الجزء الابيض يا ستي لو مش حابين، وحطوا الاخضر في السلطه، الجزء الاخضر في السلطه هيبقى رائع جدا. طيب هاخد بقى هنا شويه كمان من الجزر علشان انا الجزر بياخد شويه تسويه، وهاخد الفول الاخضر بسم الله، وهنقلب كده تقليبه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يضيف مع الفول ده ورقتين نعناع ماشي، احنا هنحط كزبره خضراء، شويه كزبره وبسيب شويه في الاخر ليه؟ علشان تبقى لونها اخضر ومديه الطعم الحلو. زي ما بالظبط بنيجي نعمل محشي دايما اطفي، الناس اللي بتحب تسبك خلطه المحشي يعني يقول لك اطفي بقى وحطي الخضره خضره وحطي الرز في الاخر ما تسويهوش، لانه على سخونيه الصوص بتاع الصلصه هتلاقوه استوى وبقى جميل والخضره دي ما تتبلش فتبقى ليها تيست وطعم مختلف. اهو بصوا وصفه جميله جدا جدا. هاخد هنا معاها الاول في النص عشان اطلع الماده الحافظه معلقه صلصه كبيره، خلاص اديها تشويحه كده هنا واقلب معاها المكونات، وبسخن ميه جنبي في الكتل طول الوقت، انا بسخن الميه. عندكم ميه سخنه بتبقى جميله عشان ما توقفش تسويه الحاجات اللي احنا بنطبخها. وهناخد الطماطم الحلوه دي هبدا انزلها هنا واقلبها تقليبه حلوه، وهنضيف بقى كل الحاجات الجميلة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كالآتي، هنحط 2 فصين ثوم، هنقلب كده، يدي بقى طعم حلو كده ونكهة جميلة في الايه في وسط الأكلة عن ان احنا نشوحه في الأول. طيب
وهنعمل ايه؟ معلقتين دبس الرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا كده حطيت 3 معالق، الاولانيه كانت مخستعه شويه. خلاص ونقلب تقليبه حلوه، هيديله مزازه حلوه كده وطعم مختلف وكانه صنف خضار جميل جدا. والتوابل بقى، البهارات، كزبره، رشه بسيطه من القرفه نقطه، ودي يعني اختياري، معلقه كبيره من البابريكا، كمون، السبع بهارات، دي رشه كزبره مطحونه لسه يعني كانت حبه ومطحونه، فانا قلت اخد منها ايه ادعم الطعم قوي فيها. ودايما التوابل علشان نقدر نحتفظ بيها بشكل جميل، حضراتكم جيبوها حبه حطوها في الفريزر، خدوا منها شويه شويه، اطحنوا منها اول باول. طيب انا ممكن احتاج هنا نقطه كده، معلقه واحده من الهريسه اختياري، علشان للي حابب يدي ليها طعم، اللي مش عايز واطفالها تاكل منها يفضل بلاش. هناخد بقى دلوقتي الميه السخنه بتاعتنا، بصوا غليت، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايتين ميه هنسوي فيهم الخليط الحلو ده اهم. تعالوا بقى كده، بسم الله، الريحه روعه، كزبره بقى مع الثوم مع التوابل والفول الاخضر والبصل والجزر والبابريكا والكمون، هزود شويه كمان صغيرين نونا، كانه طبيخ. وههدي النار عليها، هحط شويه ملح بقى اخرانيين، لو انا مش هضيف مكعب مرق خضار يبقى انا هضيف على طول رشه من الملح تاني والفلفل بعد ما ايه ما عملت الحاجات الحلوه دي. ناخد بس كده نمسح شويه اللي هنا دول كده، مكان دايما يبقى نضيف اهو، ونقلب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبه بقى يستوي تسويه حلوه كده، وناخد رشه الملح ورشه الفلفل وكده تمام جدا. اخر حاجه هنا بضيفها شويه الكزبره الخضراء اللي قلت لحضراتكم هسيبها اخر حاجه. خلاص هنسيبها بقى دلوقتي، اسمحوا لنا نقفل بقى ونهدي النار. انا ممكن دلوقتي لو عندي غطا تمام، ما عنديش غطا هاخد كده قطعه من الفويل وهقفل عليها شويه كده. تعالوا نبص على الفول، تعالوا نبص على كشري الفول. بسم الله، هاخد شوكه هنا بالفراخ، بصوا بصوا الجمال، لسه بيتشرب، هنسيبه اما يتشرب ويبقى زي الفل. الفول اهو بصوا مستوي خالص، الشوكه بتدخل فيه بسهوله اهو، سيبوه بقى يتشرب براحته خالص، ياخد وقته، وهنقدمه مع بعض بعد شويه، ونسيب كمان الخضار بتاعنا اللي بالفول، طبق جميل نقدر نقدم جنبه زي ما قلت لحضراتكم رز بشعريه جميل، وناكله كده بالخضار بالرز. عايزه اقول لكم مفيد جدا، الناس النباتيه اللي ما بتحبش اصلا الفراخ واللحمه، البروتين النباتي مهم جدا عندنا، اكيد وصفات مهمه ومفيده، البقوليات بتاعتنا كلها مفيده مهمه، المهم ان احنا نوظفها صح مع الخضار بتاعنا. دلوقتي احنا عملنا اهو الوصفه الثانيه، تعالوا بقى نستعد لان احنا عايزين نعمل وصفه من خليني احط نص معلقه السكر عشان بس ايه نبقى عملنا كل اللي علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه اهي معلقه صغيره بس عشان الحموضه، احنا اتفقنا علشان الحموضه، الناس اللي بتتعب القولون من صوص الطماطم، حطوها بقى في اي حاجه بصوص طماطم بتتعبكم. طبعا يفضل نصفي الطماطم، انا هنا شايله بذر الطماطم تماما، خليتها من البذر وحطيت اللحم الفيليه بس، فحضراتكم اعملوا كده، او لو هتضربوها في الخلاط وهتصفوها الاول مفيش مشكله، المهم نبعد عن القشر ده، القشر بقى نعمل بيه ايدينا، ناخد منه الايه الفوائد للايدين عشان ما يحصل لناش شيخوخه في الايدين.